انا سميتي فاطمه من مدينه تارودانت، وكنت باقا صغيره وخرجت. دارنا ما فحالهمش وباش نخدم عليهم ونعاونهم، وجات عند واحد السيده انا في الرباط خدمت عندها. من نهار من 2016 حتى لدابا ما عطاتني والو. يعني كنشوف العنف وكنشوف كل شيء، وما كانش كتخلصني هاد السيده هادي. ودوزت عندها 2016، من الشهر 3 دوزت عندها 2016 كلها. وبشوية بشوية ولا داكشي كيتطور، داك العنف وداك انا كي درتي انا كي ما درتيش انا كي. قلت لها ما نصبر غيا غتعطيني. كنقول لها عطيني فلوسي الله يرحمني كل الوالدين. من بعد عرفت انا عندي التليفون، عرفت بلي عندي التليفون حيدته ليا. ملي حيدته ليا قالت لي شوف نقول لك واحد الهضره، انك الا هضرتي مع عائلتك وهي عارفاني واش انا خرجت من دارنا وعارفاني بيدلاش انا، انت شوفي الا هضرتي مع داركم راه داكشي اللي غادي ندير لك راه ما عمرك غتخيلي. لا باب ما عمرك يدوزي في حياتك.